الأغلب أنا ببدأ بلوحة كلها أسود وبعد هيك ببدأ أعمل بطريقة معينة بحيث إنه أشوف شخوص وحياة وعالم من خلال الأسود. بحكي عن حكايات مواضيع الناس، إذا بتشوفي أنا برسم أشخاص وطرقات تصاعد الناس، مشاريعهم، مواقفهم، حكاياتهم، أوطانهم، يعني لها أكثر من وجهة. عم بشتغل على فكرة الطفل وبالذات عن حياة الطفل، عن حلم الطفل بالذات بهي الفترة اللي نحنا فيها موجودين بالمنطقة العربية، يلي هو غالب عليه هو فكرة العنف وفكرة الدمار. أنا لا أميل كثيراً إلى الصبغة، لست ملوناً كما ترين، ولكن مفتون دائماً بالمونوكروم أي اللون الواحد. والآن لأول مرة أجرب الخروج من الرمادي إلى الأبيض. لما بتشوفي الجهة الأخرى أو الفنانين اللي من البلدان الأخرى في خطاب معين بيكون بيفهموا الفنانين فقط في الإحساس، في المشاعر، في التعبير عن الحكاية أو القصة أو الإحساس على الرسم على الكانفاس. هذا التمازج أو الالتقاء كان كتير لطيف وأضاف لكل فنان شيء جديد من خلال التعرف أكثر على تجارب الفنانين الآخرين، وفي نفس الوقت اكتشاف ثقافة كل بلد ورؤية كل فنان في أعماله الفنية. رحلت من المغرب إلى الأردن، وجدت بعض العناصر بالأردن، دخل كل شيء في نهر شعري يسمى اللوحة، ويمكن في مستوى معين أن ترسم بكل ما تلمسه يدك، حتى تراب عمان، ماء عمان، أوراق عمان، كل ما يرمى في الشارع داخل عمان يمكن أن يصبح مادة تأمل.